فقرة بتخص أو بتهم كل المدخنين. المدخنين كلهم بقى يجمعوا هنا علشان احنا عارفين ان المدخنين تحديدا في رمضان بيكون ليهم ظروف استثنائية، لان المدخنين عامة في رمضان وفترة الصيام ممكن يكون عندهم نوع من أنواع العصبية، نوع من أنواع التوتر، اللي هم بيرجعوا ان السبب الرئيسي فيه ان مفيش السيجارة اللي بتقدر ليه تظبط اليوم، خاصة مع أول أيام رمضان، لان الجسم بيكون لسه ما تعودش على فكرة عدم التدخين أو منع التدخين في ساعات النهار تحديدا، وبالتالي المود ما بيكونش في أبهى صوره أو في أفضل حالاته، وبيظل الشخص أو يظل الشخص المدخن بس أنت هو أسير السيجارة دي. أنا يعني أعرف ناس كده فاهم اللي هو إيه بيفطروا على السيجارة، يعني مش على كوباية المية، على السيجارة. إزاي المدخن يقدر إنه يتجنب أي توتر أو قلق أثناء الصيام ويعود الجسم بقى على النظام المتبع في رمضان، وممكن كمان ده يكون فرصة ليه حلوة إنه يقلع عن التدخين ويعني ويكمل بقى من بعد رمضان من غير تدخين، من غير عصبية، من غير توتر، من غير قلق، من غير الجو اللي هو بيعيشنا فيه ده. كل ده هنعرفه من ضيفتنا اللي موجودة في الاستوديو، دكتورة إيمان المراكبي، أستاذ طب المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس. نورانا يا دكتور، أهلا بيكي، كل سنة وانتي طيبة. الله يخليك وصباح الفل، وإن شاء الله رمضان كريم على مصر والأمة الإسلامية جميعا. وبجد موضوع النهاردة بجد موضوع مهم جدا وبنقابله دايما في العيادات. الناس بتبقى عصبية بسبب الإقلاع على التدخين طبعا في وقت الصيام. فطبعا أحب أقول لهم إن أول حاجة لازم كنا نبتدي من قبل رمضان. يعني طبعا لو ما لحقناش واحده واحده، لو ما لحقناش السنه دي يبقى من السنه الجايه، وفي نفس الوقت هنقول نبتدي ازاي دلوقتي. لحظه يا دكتور بس يعني هو طبعا الموضوع مهم، عشان كده احنا جايبين حضرتك معانا، لان احنا ما جبتيش غير في الحاجات المهمه. ايوه دي اول حاجه، ربنا يخليك. لكن خليني اعرف بس، هو هل حقيقي المدخن بيظل اسير هذه السيجاره فعلا؟ طبعا. يعني هو بيحس بتوتر وبيحس بعصبيه، والسبب الرئيسي فيها هو فكره النيكوتين اللي مش داخل جسمه؟ بالظبط، لان ده ادمان. هو السيجاره عباره عن ادمان. ليه إدمان؟ لأن أنا أول حاجة ما بقدرش أمنع نفسي إن أنا أشربها. تاني حاجة لما بشربها بشعر بنشوة وبشعر بأحاسيس حلوة، وأول ما ببطلها بشعر بالعكس، أعراض انسحاب وصداع ودوخة وعصبية وتوتر وعدم تركيز. فإذا وليها أعراض انسحاب زيها زي أي مخدر أو أي مادة إدمان يعني. صحيح. فإذا هي إدمان؟ هي إدمان. عشان في ناس تقول لك أصلا لا ده مش إدمان، ده أنا متعود عليها، الكلمات بقى اللي هو إيه الناس بتهرب بيها. أنا بحس كده يعني مش السيجارة دي هي اللي هتخلي، لا ده السيجارة دي استعباد. فعلا السيجارة بتستعبد الإنسان، فإحنا لو فكرنا فيها وتعاملنا معها على إنها إدمان هنحترم الموضوع جدا. ده إدمان ومحتاج فعلا مساعدة. يعني الناس اللي بتشرب علبتين وثلاثة سجاير، تخيلي في رمضان هيعمل إيه؟ مأساة، لازم هيحصل أعراض انسحاب شديدة جدا. فالمفروض ان قبل رمضان ابتدي اقلل عدد السجاير اليوميه اللي انا بشربها، وفي نفس الوقت لازم ادخل حاجات تانية. في حاجه اسمها بدائل النيكوتين. بدائل النيكوتين دي ممكن تستخدم، بتبقى عباره عن لبان او لزقه او حاجات استحلاب، دي كلها بدائل نيكوتين اقدر استخدمها وقت ما احس ان انا تعبان. مثلا انا جات لي دلوقتي الرغبه في ان انا عايز اشرب سيجاره، تمام، طبعا بعد الفطار في رمضان. بدل ما اشرب بقى السيجاره، لا انا هاخدها فرصه للاقلاع عن التدخين، هروح واخد لبانه بتاعت نيكوتين بتديني جرعه بسيطه من النيكوتين بحيث ان انا ما اضطرش اروح للسيجاره، واخدها بس لما انا اشعر ان انا مش قادر امسك نفسي. ده بيتداول في الصيدليات، متواجده في الصيدليات. فدي من الحاجات الحلوه قوي، مش محتاجه على فكره روشتة. إذا كانت السيجارة مش محتاجة روشتة، فدي بدائل النيكوتين أكيد مش هتحتاج روشتة. صحيح. في حاجات تانية بقى بس بتحتاج إرادة. بتحتاج إرادة، أهم حاجة الإرادة. ونستغل فعلا شهر رمضان إن هو الوقت الوحيد اللي ممكن نغسل جسمنا من السموم ونقدر إن احنا نبطل فعلا السجاير. ليه؟ لأن أنت بتجبر إن أنت تبطلها. صحيح. طيب لو عرفنا فوائد تبطيل السجاير بتحصل إيه في الجسم، الإنسان لازم هيفكر ألف مرة. أول حاجة كل ما قلل نسبة النيكوتين في جسمي خلال ساعات، حاجات كتيرة قوي في جسمي بتتحسن، التنفس، المعدة، حاجات كتيرة قوي 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 في وظائف الجسم بتتحسن. طيب خلال أيام، يعني مثلا 10 أيام 15 يوم، بتبص تلاقي بتدي النفس يتحسن، لأن دايما اللي بيشرب السيجارة ده تلاقيه بيكح، بينهج، يقول لك كحة السجاير. مفيش حاجة اسمها كحة السجاير، ده حضرتك عندك التهابات رئوية وعندك بلاوي سودة وأنت معتقد إن دي كحة السجاير. لا، أنت بتكح لأنك عندك التهاب شعب هوائية مزمن.
فانت كده كده بتكح يعني. خليني اقول لحضرتك ان يمكن لما جت الكورونا كانت انذار خطر لاي طبعًا. حد كان أكتر بيدخن. ناس حصلت وفيات كانوا المدخنين. انا حد من قرايبي يعني عزيز عليا جدا توفى بسبب انه سجاير كتير جدا وكان في صحه كويسه جدا لكن سجاير كتير فالرئه ما استحملتش مع ان بقيت اعضاء الجسم زي الفل. بمناسبه الموضوع ده انا في حد كان فتره الكورونا هو مدخن بشكل شرس فبقول له صحتك علشان خاطر قال لي لا 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 على فكره ده الدراسات اثبتت ان اللي بيدخن وكان بيقنع كل اللي حواليه بكده والله يعني في ناس خلاهم يدخنوا بسبب كده بالوفيات. والله فعلا ده اصل انا على رئتي بيكون موجود مش عارف ايه فلما بيدخل الكورونا ما بتقدرش ان هي تتعلق بالخلايا. الدراسه دي اللي تقريبا عاملينها بتوع شركات السجاير وما اقتنعش بكل الابحاث اللي اتعملت على مستوى العالم اللي قالت ان مريض اللي بيشرب سجاير بعتبره مريض لان ده مدمن ده لازم هيجي له كانسر لانج بعد الشر يعني سرطان في الرئه بيحصل التهابات رئويه تليف في الرئه تضخم في عضله القلب ارتفاع في ضغط الدم ارتفاع في نبضات القلب قصور في الشرايين التاجيه بيحتاج يا اما يعمل قلب مفتوح يا اما يعمل قسطره ويركب دعامات يعني كل الحاجات دي ما صدقهاش وصدق بس الدراسه اللي نزلت دي. خليني تبقى بيقول عليها طبعا في دراسه مضروبه يعني خلينا نبقى ايجابيين ونتكلم عن بعض الناس اللي بيبقوا عايزين ياخدوا شهر رمضان ان هو يعني فرصة. بدايه جديده او فرصه جديده ان هم يقلعوا عن التدخين وانا بعض الناس تقول لي انا هبطل او هقلل في رمضان وانا عدد الساعات اللي هي من الفطار للسحور دول هشرب كام سيجاره مش هخلص علبه او اتنين زي ما بيعملوا في الايام العاديه فازاي ياخدوا رمضان كفرصه جديده او حافز ليهم ان هم يبطلوا او يقلعوا عن التدخين تماما. بالظبط اول حاجه ان احنا نشرب ميه كتير قوي بين الفطار والسحور لان ده بيقلل اعراض الانسحاب لما نشرب ميه كتير قوي بيخفف النيكوتين الموجود في الدم فيقلل اعراض الانسحاب اللي موجوده اللي هي بتوتر الشخص اللي هو بيبعد عن النيكوتين. تاني حاجه ان احنا ننام كويس وناخد عدد ساعات نوم كافي لان الاقلاع عن التدخين بيسبب مشاكل في النوم. فنحاول برضو نساعد نفسنا بحاجات طبيعيه البابونج مش عارف ايه مشروبات اللي هي اليانسون الحاجات الجميله دي اللي بتعمل استرخاء وتهدي اعشاب حاجات طبيعيه كلها. وناخدها قبل النوم بحيث ان احنا ننام عدد ساعات كويسة ده برضو من الحاجات اللي بتهدي العصبية والتوتر. طبعا ان احنا نبعد عن المشاكل يعني انا ما لقاش اتنين في الشغل بيتخانقوا اروح انا اخش اتخانق معاهم او اخش لا يعني احاول ابعد عن وجودي في توتر لان انا عارف ان انا عصبي دلوقتي انا موقف السجاير فانا عندي عصبية ما اروحش انا بقى اخش في مشاحنات ما اخشش يعني مثلا واحنا بنسوق وانت بتسوقي مش لازم يعني نقعد نكسر على بعض الحاجات دي خلاص وفروها بعد رمضان يعني نتلاشى الستات في سواقتنا ايه بالظبط كده يعني نحاول ان احنا نبعد عن الحاجات اللي تعمل توتر زحمه في حته نمشي بالراحه طب يقفشوا يعني على نفسهم مره واحده يعني يبطلوا مره واحده ولا بالتدريج لا لازم بالتدريج زي ما قلنا ما ينفعش مره واحده لان ده بيحصل اعراض انسحاب شديده تاني حاجه طب اللي مش قادر او بيشرب سجاير كتير قوي ممكن الدكتور يساعده ساعتها بيتوجه لعياده مخ واعصاب او طب نفسي واحنا بنساعده في ادويه واخده FDA approval اللي هي هيئه او منظمه سلامه الغذاء والدواء واخدين ادويه معينه لعلاج المدمنين على السجاير ففي ادويه كمان بتتاخد ممكن لو الواحد مش قادر وما عندوش اراده والموضوع صعب عليه قوي لا يبقى ممكن ساعتها بنكتب له على دواء ما هواش فيه نيكوتين بقى ده ما فيهوش نيكوتين دوت بيظبط الدنيا وبيخليه بيقرف بقى من السيجاره وما يبقاش بيبقى عاوزها كده بشراهه وكمان في نفس الوقت بيقلل من اعراض الانسحاب اللي بتحصل وقت ما بنوقف النيكوتين فاذا هو مرض ادمان لازم ليه علاج وناخده بجديه مش اي حد بيعرف يوقف في ناس عندها اراده وفي ناس بتشرب حاجات قليله فتقدر بسهوله وفي ناس تانية محتاجه تدخل من دكتور يعني طبعا مش بقول كل الناس لكن في ناس كتير في رمضان اقلعت يبقى الفكره ان انا اشرب ميه كتير بين الفطار والسحور الاكل بتاعي احاول كويس قوي ان انا ما فيش حاجه اسمها السيجاره تبقى على الريق لان ده بيعمل مشاكل بيعمل لي حموضه حاجه غريبه جدا يعني ازاي بيقدروا اصلا انت اتكلمت على ده الكلمه اللي قلتيها دي بالظبط قالتها وقالتها عابره وهي فعلا بتحصل حقيقه ناس كتير بيشرب القهوه يقف في البلكونه ياكل السيجاره ده بيعمل ايه بقى حموضه لا مالناش دعوه بالقهوه دي عشان ارتجاع لا ما دي نفس الكلام بيعمل ارتجاع من الريق بيعمل التهابات في المعده طبعا دي مشكله كبيره لان انت بتدخني الدخان على معدتك اللي ما فيهاش اي حاجه غير الحمض فبيزود افراز الحمض بيحصل تهيج في المعده فيزيد افراز الحمض HCL اللي هو الهيدروكلوريك اسيد فبالتالي بيحصل التهابات في المعده وارتجاع في المريء تاني حاجه بيحصل مشاكل في التنفس لان انا برضو مش واكله حاجه مش شاربه حاجه وخدت نيكوتين مركز
يحصل لي برضو مشاكل ويحصل لي توتر وعصبيه رغم ان انا بشرب الحاجه دي عشان تقلل التوتر والعصبيه. فالعريق ده مش حلو. وتاني حاجه في ناس تقول لك ايه، طب انا اخد وجبه دسمه واخد بعدها السيجاره ايه تحرق؟ لا دي بتعمل حصوات في المعده. لا مش تحرق، بحبس بالسيجاره. ما هو بيحبس بالسجارة. بيحبس بتعمل حصوات في المعده في المراره، اسفه، حصوات في المراره. يبقى اللي بيشرب السيجاره بعد وجبه دسمه هو مش بيشربهاش خالص. ما هو ده اللي انا بقوله لك، ما بيشربهاش خالص. طب اللي بيشربها بعد وجبه عاديه بتقلل امتصاص المعادن والفيتامينات والاملاح الكويسه و و و يعني اذا هي السيجاره مؤذيه في كل الاحوال. طيب السجائر الالكترونيه يعني بقى هي هياها دي الاكذوبه الكبرى. اول حاجه لسه ما عليهاش ابحاث كافيه، ولكن كل الابحاث اللي طلعت دلوقتي اتقال ان هي زيها زي السيجاره العاديه اما كانش اسوا. فاذا احنا دايما اول ما تطلع الحاجه، زمان لما نزلت السجاير في الاول كان الناس دي حاجه فاني ونشرب ونعمل، عرفنا انها بتعمل بلاوي بعد كده. نفس القصه، وبيقول لك ايه خد الالكترونيه بدل السيجاره العاديه. صحيح. لا الحقيقه الابحاث اللي اتعملت لحد دلوقتي قالت انها اسوا من العاديه. طب والفيب يا دكتور؟ ما هو بقى الحاجات اللي بتنفجر بقى والجلسرين واللي هو اللي بيبقى ليكويد نفس وكدا. القصه بصي الفكره كلها واحده، احنا في النهايه بندخل نسبه نيكوتين عاليه وده محفز للجهاز العصبي المركزي، فبيعمل لنا حاجات حلوه، نشوه وسعاده وتركيز زياده وهدوء والكلام ده كله. فاول ما بطله يحصل لي مشاكل. فاذا انا ما ينفعش اعود جهازي العصبي المركزي على حاجه تعمل له دايما حاله تهيج يعني او حاله نشاط زياده. هو محفز. محفز يعني ايه؟ يخليكي مركزه قوي، يخليكي فطبعا انت تركيزك العادي. صحيح. تقولي ايه ده انا ما ببقاش مركز الا لما باخد السيجاره. انما اول ما بيتسحب من جسم النيكوتين بتبتدي الحكايه تتحسن والتركيز يبقى كويس وكل. صحيح. حاجه بعد فتره. طبعا عايز اسال حضرتك سؤال سريع جدا. صدق. ليه دايما المدخن بيبقى عنده ازمه كده انه حد يكلمه عن الاقلاع عن التدخين؟ يعني طبعا يعني مدمن. نفسي مثلا اقول ان الزوجه تكلم جوزها انه بطل سجاير بطل بقى. بيقول لك انا بالعكس لما بيسمع كده ليه بقى؟ هقول لك ليه، لان هو اساسا مدمن. عامل زي بتاع الهيروين، الهيروين ده لو شاف حقنه في التلفزيون بيقوم يضرب زي السيجاره بالظبط. فانت كل ما تقعدي تقولي السجاير هو بيتشوق ليها. يعني يبقى هو كده احنا كفايه كلام عن التدخين عشان اللي بيتفرجوا علينا ما يقوموش يعني يكسروا صيامهم يوم يعني يشربوا سجاره على الريق بقى. لكن خلينا نقول ان احنا امام فرصه حقيقيه لكل المدخنين للاقلاع. انت امامك فرصه ذهبيه استغلال الشهر الكريم شهر رمضان عشان خاطر تقلع عن هذه العاده السيئه، وطبعا وتكون يعني عندك جسم وصحه افضل بكتير. بنشكر طبعا الدكتوره ايمان المراكبي استاذه طب المخ والاعصاب والطب النفسي بكليه الطب بجامعه عين شمس. شكرا يا فندم لوجودك معنا في صباح الخير. العفو. رمضان كريم، وعقبال كده ما نيجي في العيد ان شاء الله نعمل حلقه عن الكحك وزياده الوزن وعلاقته بالمخ والاعصاب. اكيد حتى الكحك مخ واعصاب. طبعا. كده مشاهدينا تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوف حضراتكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد. بنصبح عليكم، صباح الخير يا مصر.